ابل تبدع وتبدع وتبدع. اليوم غادي نتحدث لكم على جهاز الايرتاغ من شركه ابل، غيفيد بزاف المكفوفين وضعاف البصر وغيرهم. اجي نتعرفوا على هذا الجهاز. انا المهدي ملكان ومرحبا بكم في معرض ديفي اكسبو. هذا الجهاز صغير من شركة أبل كيحمل تقنية رائعة جدا ديال الملاحة واللي أدق من الجي بي اس. هذا الجهاز كيمكننا من أننا نلقاو أي شيء حطيناه فيه بكل سهولة من خلال إما تقنيات الملاحة اللي قلنا أدق من نظام الجي بي اس واللي كنخدموا معها بالفويس أوفر حنا كمكوفين وضعاف البصر بشكل جيد جدا ورائع في إمكانية الوصول، وأيضا من خلال الرنين. يمكننا ايضا نسميو هذا الايرتاغ باي سميه بغيناها، مثلا حقيبه السفر او اي شيء. بفضل هذا الجهاز يمكن لك تلقى العصا البيضاء ديالك الى تلفت لك بدون الاعتماد على اي شخص. نظام الملاحه دقيق جدا مع الفويس اوفر وغيرشدك حتى تلقى العصا البيضاء ديالك. وكما تقول شركه ابل، هذا الجهاز لتتبع الاشياء وليس الاشخاص. للتعرف على المزيد من التكنولوجيات الحديثة تابعوا باقي فقراتنا في معرض ديفي اكسبو من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كندعوكم انكم تابعوها. وما تنساوش شعارنا دائما انفتاح على العالم.